بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على. يقول السؤال: هل يجوز لي وأنا لا أستطيع أن أضحي أن أتسول وأجوب الشوارع أطلب من الناس العون في هذه المسألة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق لهذا الأخ: إذا كنت غير قادر على الأضحية فقد أعفاك الشارع من ذلك، هذه واحدة. وإن كنت فقط تريد الأجر من أجل الأضحية فإن الأجر ثابت للفقراء بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية على الفقراء، سائل الله أن يجعل أجر تلك التضحية والأضحية لكل فقراء المسلمين يوم القيامة. ثالثا: تتسول لماذا يا أخ الإسلام؟ التسول هو إهدار لكرامة المرء من أجل سنة مؤكدة للقادر عليها. فكيف يمكن للإنسان أن يضحي بكرامته؟ وكرامتك أغلى عند الله من كل شيء، من أجل سنة لا يجوز لك. واعلم يا أخ الإسلام، اعلم أن الإنسان الملح في السؤال، وخاصة إذا لم يكن السؤال يضطر إليه في الأمور الضرورية كالسؤال في التضحية، هو مما ورد النكير والتحذير منه بشدة. إن المتسولين والعياذ بالله يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، يحشرهم الله وليس في وجوههم مزعة لحم، لأنهم أذابوا ماء الحياة في الدنيا. ولذلك أنا إن شاء الله أنصح إخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى أن تغيب هذا السلوك الغير محبب في هذه الأيام العشر من الأولى من ذي الحجة. فالتسول في هذا الأمر نسأل الله تعالى أن يبعد عنه جميع المسلمين. وفي نفس الوقت فإني أرفع هذا النداء لكل من له القدرة على أن ينفق على الناس في هذه الأيام فلينفق. وصلى الله على حبيبنا محمد.